السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تخرجوا من رمضان ده مجبورين الخاطر ومعتوقين من النار، وكل دعواتكم مستجابة بإذن الله. وعزائي لأهل فلسطين الغالين على قلبي، يعني بجد لعنة الله على الاحتلال حرفيا، اللي بيجوا دايما قبل المناسبات الحلوة بتاعتنا، سواء أعياد أو أي أيام جميلة تانية، ينكدوا بيها على الشعب وعلى الناس ويشيعوا الفساد. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وفي كل دولة تؤيد الظلم وتسند الاحتلال المعتدي ده. بالنسبة بقى للي عايز استشارات كتابية مجانية في مجال تفسير الأحلام أو المجالات الطاقية والروحانية مع فريق العمل، يقدر يقرأ شروط وخطوات الاستشارة في صندوق الوصف الموجود أسفل عنوان الفيديو. مع العلم ان احنا مش بنقدم كشوفات روحانية ولا علاجات ولا قراءات، لان اصلا الحاجات دي مستحيل تتم عبر الانترنت بالنسبة لنا احنا. وبالنسبة للي عايز يشترك في كورس تحويل الخيال لواقع باحدث وافضل التقنيات الطاقية العقلية، فانا هسيب تفاصيل الكورس في رابط هثبته في تعليق. التعليق ده هتلاقوه متثبت على جميع التعليقات ان شاء الله على الفيديو ده. فياريت اللي عايز فعلا يشترك ويحول أي حاجة في باله لواقع مادي ملموس، يقرأ تفاصيل الكورس كويس، لأن في ناس بتكسل تقرأ وتيجي تطلب نفس التفاصيل تاني من مدير فريق العمل على الواتساب، وبالتالي مش بيترد عليهم. المهم، نيجي بقى للموهبة الروحية الجميلة والمتعبة جدا في نفس الوقت، اللي هي موهبة التقمص العاطفي أو الإمباث. الموهبة دي بتيجي كده من رب العالمين، يعني ما ينفعش حد يقولك ازاي نخليها فينا او ازاي ننميها. لا، هي بتيجي كده يا جماعة، قضاء وقدر، بتتولد معاك او بتتطور معاك لوحدها بمرور الايام، لكن ما ينفعش تكتسبها. الموهبة دي بتخلي صاحبها انه يتميز جدا بمعرفة دواخل الشخص اللي قدامه، ويقرأ مشاعر الطرف الاخر بسهولة غريبة جدا، حتى لو من خلال السطور، حتى لو الحد ده كمان ما يعرفوش. وفي نفس الوقت الموهبة دي سلاح ذو حدين، سلاح فتاك يعني بمعنى الكلمة، بس هقول لكم بالترتيب الأول المعلومات. مثلا لو شخص حصل له مصيبة، بس الشخص ده متماسك وساكت ومش عايز يبين للناس، وبيمثل إن هو قدام الناس تمام وبرفكت، الشخص العادي لما يشوف صاحب المصيبة مش هيحس بحاجة، هيتعامل معاه عادي جداً. أما الإمباث المتقمص العاطفي، فمن أول وهلة، أول ما يدخل على صاحب المصيبة، بيحس طاقيا إن في مشاعر أليمة جدا وفتاكة جدا بتحصل داخل المصاب. والتصرف الطبيعي اللي بيعمله الإمباث ساعتها إنه بيقرب من المصاب ويحتضنه، ممكن يعيط معاه، ومش بس كده بل بينقل للمصاب طاقة تشافي ومواساة في الحضن، فالمصاب يحس إنه ارتاح. في حين إن الشخص العادي لازم يشوف المصاب بيعيط، أو لازم يعرف إن عنده مصيبة الأول عشان يبدأ يواسيه. الإمباث كمان عنده حساسية شديدة للطاقة، يقدر يعرف مين بيكرهه من أول وهلة، من أول نظرة كده بيحس إن في حاجز طاقي وصد من الشخص اللي بيكرهه. بيقدر لو دخل مكان يحس ان في مصيبة ممكن تحصل فيه، لانه حاسس بان الجو مكهرب وحاسس ان الطاقة سلبية جدا فيه، فيقول يا جماعة انا قلبي مقبوض، انا حاسس ان في خناقة او عركة او مصيبة هتحصل، يلا نمشي من هنا بسرعة. بيبقى حاسس كمان بدوافع كل التصرفات من الاشخاص، فيكون دايما في حالة شك، يقول على فكرة فلان ممكن قوي يعمل كذا وكذا بعدين، والناس يقولوا له يا عم انت على طول متشائم وعلى طول شكاك ومش متفائل، وانت ظالم الشخص ده، حرام عليك، ده طيب جدا. يقول لهم انا مش ظالمه ومش شكاك، انا وصلني احساس وطاقة مش حلوة يا جماعة من الشخص ده، وعارف ان الشخص ده هيتصرف ازاي بعدين. لما تيجي بقى انت تسأل الشخص الامباث وتقول له يا امباث انت بتحس ازاي، او احكي لي اللي انت حاسه بالظبط في كلمات معبرة، اوصف لي اللي انت عايز تقوله بس على شكل كلمات، الامباث يقول لك انا معرفش، اصل دي مشاعر هوصفها ازاي، انا كل اللي اقدر اقوله اني حاسس ان فلان تعبان من جواه،
وفلان بيكره فلان او بيكرهني او بيكره نفسه، او حاسس ان فلانه معجبه بفلان، او حاسس ان المكان الفلاني بكهرب رغم ان الناس اللي فيه بتمثل انها عادي، وهكذا. ما يعرفش الامباثي يوصف لك بدقه، لان المشاعر صعب يتم التعبير عنها بكلمات. هو اللي فيه ده مجرد ترجمه ومرايه لحاله الطاقه الموجوده فيه فقط. مش بس كده، في حاجه اصعب بقى، ان الامباث مش مجرد بيستقبل طاقه اللي قدامه ويحس بيها، بل المشكله ان هو بيعيش معاه نفس المشاعر، بيلاقي نفسه بيتألم زي ما اللي قدامه بيتألم. يعني ممكن قوي يعيط قبل ما اللي قدامه يعيط من الألم، لأنه عايش نفس الحالة من جواه بحذافيرها. لو حد مثلا مات، تلاقي الإمباث تقمص دور أهل الميت ويعيش دور الأب والأم، وكأنه ركب روحهم وقاعد يتخيل إن الشخص اللي مات ده ابنه، ويسترجع شريط ذكريات وهمي بينه وبين الميت اللي هو اعتبره ابنه، ويعيط ويتحسر ويتقهر لمجرد بس انه تقمص دور الاهل عاطفيا. الامباث تعبان جدا في حياته، لانه حساس جدا زيادة عن اللزوم، بيحاسب على الكلمة ويخاف يجرح اي حد، لانه بيبقى عارف كل شخص بيتجرح من ايه، فهو خايف انه يتألم مع الشخص ده، فيبقى طول الوقت خايف ومش عارف ياخد راحته في الكلام. وممكن الخصلة دي تضيع عليه حاجات مهمة وتوقف له حياته، زي مثلا الامباث ده بيحب حد جدا وموقف حياته عليه، والحد ده اناني ومش عايز الحد ده ياخد خطوه جديه في الارتباط من الشخص الامباث، والاناني ده مقضيها تسالي مع بقيه الناس. بس الامباث عارف كويس انه لو ارتبط هيسبب جرح كبير للاناني التاني اللي بيحبه، لانه عارف ان الاناني ده عايز يكون معاه بس الانانيه منعاه. وطبعا ده تصرف مش سليم، لان كده الامباث موقف حياته على شخص ما يستاهلش، بس هو وصل لمرحله انه مش عايز يسبب الم للشخص اللي هو بيؤلمه هو شخصيا. ده مش كل حاجه، الامباث بيقدر يحس بالمشاعر من على بعد، من على بعد قارات كمان. هو طاقه روحه كبيره جدا، فبيعرف يلقط من هنا ومن هناك. ممكن قوي يكون في واحد مثلا مشهور وبيتهاجب، بيكره من كل الناس، لكن تلاقي الامباث ده هو الوحيد اللي حاسس بالمشهور ده، وعارف انه مظلوم ومتألم عشانه، وبيقول ان المشهور ده على فكرة انتوا كلكم ظالمينه لان تصرفاته كانت طايشة شوية، لكن هو يا جماعة طيب وكويس من جواه. وطبعا محدش بيصدق الامباث وبيفكروه مجرد معجب بالمشهور. بس الايام تدور، وفعلا المعدن الحقيقي للمشهور ده يبان بمرور الوقت، والناس يقولوا ايه ده، احنا ما كناش نعرف ان هو كويس كده، في حين ان الامباث كان سابقهم في معرفة الحقيقة من سنين. طيب اغلب الناس الامباث بقى المتقمصين عاطفيا بيكون صفاتهم ايه؟ بيكونوا حالمين، اغلبهم رومانسيين طيبين، بيميلوا للفنون والحاجات الشيك الراقية والهدوء وحب مساعدة الآخرين، وأغلبهم بيكونوا مبادرين في الأعمال الخيرية وبيعشقوا سماع الألحان الجميلة أو الغناء. طيب كده عرفنا موهبتهم ككل اللي هي حلوة ومتعبة في نفس الوقت. نيجي بقى لسلاح الموهبة دي. الناس الإمباث اللي اتطوروا في الطاقة والوعي، ودول بصراحة يعني اللي نفسي يدخلوا معايا كورس تحويل الخيال لواقع، لأن دول ناس جامدة جدا وحينجحوا أسرع من غيرهم. المهم الإمباث المتطورين في الوعي والإدراك وبقى عندهم خبرة بقى، بيستخدموا موهبتهم دي لصالحهم، عن طريق إن هم عرفوا خلاص مداخل ومفاتيح مشاعر كل شخص، من كتر ما هم بيعرفوا يتقمصوا دور أي حد ويعيشوا مكانه ويتصرفوا زيه لا شعوريا. فبيعرفوا هو بيتأثر بإيه، بيفرح بإيه، بينجذب لإيه، بيعرفوا من الآخر من أين تؤكل الكتف. فبيعملوا حاجة من اتنين لو هم حاطين عينهم على شخص معين، يإما يدخلوله من المداخل بتاعته بحيث الشخص المعين ده ينجذب ليهم بسرعة، ودي من أهم الحاجات اللي هنتكلم عليها في كورس تحويل الخيال لواقع، أنك تخلي الناس يتصرفوا زي ما أنت عايز. بس طبعا الناس الإمباث هتفهم الجزئية دي من الكورس بسرعة جدا أكتر من غيرهم. يا إما بيعملوا حاجة تانية غريبة بقى طاقية شوية، إن هم يعملوا عملية تبادل طاقي، بيعيشوا شعوريا مكان الشخص اللي هم حاطين عينهم عليه.
يعيشوا كل تفاصيل مشاعره ويبتدوا يعطوا محفزات ومشاعر معينة لعقل الشخص المستهدف عشان مشاعره تتغير وبالتالي تصرفاته تتغير. هتقولولي ازاي؟ ازاي يعني يدوله محفزات وتوكيدات لعقله ازاي؟ لان هم يا جماعة ببساطة بقوا هم عايشين مكانهم فعارفين كويس عقلهم هيتصرف ازاي. على سبيل المثال نعتبر ان الامباث ده واحد اسمه محمود والشخص المستهدف اسمه رامي. محمود تقمص دور رامي فبقى محمود عارف كويس قوي ايه اللي بيأثر في رامي لان عقل رامي دخل جوه عقل محمود، فبيحصل عملية هاكر او تجسس فعرف رامي ممكن يتغير ازاي. ايه اللي يخلي رامي مثلا يكره السجاير؟ ممكن مثلا لو صدرت له كده بالطاقة حلم بشع وهو بيبلع سجاير فيتخنق في الحلم. رامي بيتأثر بالطريقة دي، خلاص انا هعمل تجسس بقى وابدأ انقل له الحلم ده فيحلم رامي بيه بالفعل ويبدأ يكره السجاير. الحاجات دي يا جماعة بتبقى مصيبة لو وقعت مع امباث شبع ظلم وتحول لواحد شرير فيتحكم في الناس بالسلب عن طريق الانتقام منهم لا شعوريا. بس طبعا الحالات دي نادرة لان اغلب الامباث ناس طيبين جدا ويهمهم مصلحة الاخرين وابعادهم عن الشرور. وحتى الامباث لو تحول شرير بيكون شرير شوية لفترة من الزمن وبعدين بيرجع تاني طيب لانه مش بيستحمل كم الالم اللي بيتحمله الضحية لان هو اصلا بيعيش الالم معاه فمش هيعرف يضره كتير. كده أنا الحمد لله خلصت الحلقة على موهبة روحية فريدة من نوعها وجميلة جدا. يا ترى بقى كام شخص معانا هنا امباث؟ لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك يا طيبين، وبالنسبة للزوار الجدد لو عجبكم محتوى القناة وحبيتوا تشرفوني هنا بأرواحكم الجميلة ما تنسوش الضغط على زرار الاشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.